وشوشه. ما يعني ما زهقتش من دي بس تعبت بقى يعني صحان بدري برضو اكيد طبعا مؤلم مؤلم تحديدا يارا وناردين يعني يارا وناردين اكتر اتنين. يارا كمان قعدنا 6 سنين بنعمل البرنامج مع بعض فخلاص وصلنا لمرحله من التفاهم بالعينين ما بقيناش ما بنحتاجش نتكلم بنتكلم بالعينين. ناردين شخصيه جميله جدا ولطيفه جدا. انا بحب اشتغل مع ناس ما عندهاش كلاكيع. مش معنى كده ان الباقيين اللي اشتغلوا معايا عندهم كلاكيع او اي حاجه بس كل واحد ليه مدرسه في الشغل وليه طريقه في الشغل. يارا وناردين الامور كانت سلسه هنعمل كذا ماشي طب اعمل انت كذا وانا اعمل كذا ماشي اوكي يعني كان في تفاهم ما بيتقلش ما بنقعدش نتفق ولا نكتب ورقه انه انت هتعملي 1 2 3 وانا هعمل 4 5 6 لا الامور كانت بتمشي بشكل لطيف وده اللي كان باين على الهواء. والدليل كمان انه مثلا يارا قعدت معايا 6 سنين بتعمل معايا عيش صباحك. ناردين قعدت سنه بس ناردين مشيت لظروف شخصيه ليها علاقه ببيتها واولادها ويعني في قصه ملهاش علاقه بالشغل ولا بالبرنامج يعني. بس حبيت البرنامج لما يكون معاك حد ولا لما يكون لوحدك بس وتقدم؟ انا بشتغل في الحالتين يعني. انا عملت برامج قبل كده لوحدي. انا في النجومه في ام من 2004 فانا قعدت 3 سنين بعمل كلمني على الفودافون من الساعه 4 للساعه 7. قعدت منهم سنتين بشتغل برنامج لوحدي واخر سنه اشتغلت انا وكريم الحميدي. وبعد كده كان لازم نشفت البرامج فطلعت انا عامل عيش صباحك فاشتغلت عيش صباحك يعني. وعملت برامج اخرى في مواعيد اخرى غير البرايم تايم اللي هو الصبح او بعد الظهر. البرامج التاني اللي انا كنت بعملها لوحدي ما كانش فيه. بس انا اللي حسيت فيه بارتياح اكتر على حسب نوع البرنامج. انا ما عنديش مشكله اشتغل لوحدي او اشتغل مع اي حد من الزملاء يعني. لوحدك بتبقى الدنيا اريح خلاص انا عارف انا هعمل ايه وهشتغل ازاي وايه اللي هشتغل في الاول وهتقولي ايه في الاول وهتقولي ايه في النص. الدنيا بتبقى اريح طبعا. مع حد تاني برضو ما عنديش مشكله لان انا يعني بتفاعل مع الناس بسهوله ما عنديش مشاكل قوي. بس لازم دايما بتبقي عامله اعتبار انه في حد معاكي هيتكلم وفي حد معاكي هيقول حاجه وفي حد معاكي ليه وجهه نظر مختلفه فلازم براعي الحته دي الى حد كبير طبعا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.